السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي اليوم 27/12/2021 أمام الجنيه المصري. البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك مصر الدولار 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع. بنك اسكندرية 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي 15.66 شراء، 15.76 بيع. بنك العربي الإفريقي الدولي 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. كريدي إجريكول 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. البركة 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. القناة السويس 15.66 للشراء، 15.76 للبيع. الإسكان والتعمير 15.67، ده أعلى بنك هو أبو ظبي، 15.67 للشراء، 15.76 للبيع. أما بنك أبو ظبي الإسلامي فهو أعلى بنك في البيع والشراء، 15.68 للشراء، 15.76 للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.